اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بس بقى النهارده جبت لكم معايا ايه؟ معايا النهارده ليجو افنجرز سوبر هيرو. واو، هيروز كتير جدا جدا، الابطال جامده جدا. معانا النهارده لعبتين، كود اللعبه 76104، دي من 7 ل 12 14 سنه، والتانية من 6 ل 12، وكود اللعبه 76101. هنفتح بقى العلبتين ونركبهم بقى مع بعض ونتفرج عليهم. كنت جبت لكم الفيديو اللي فات السفينه الفضاء وركبتها لكم. النهارده بقى هجيب لكم بقى الايه، الهالك شكله مرعب قوي ده، ومعاه الراجل الصغنون اللي بيحارب معاه، ونشوف بقى ده بيرمي عليه قنابل. الله، ده شكلها هيكون جامدة جدا جدا جدا. ده هالك باك اب، يا نهاري. بصوا ليجو افنجرز المنتقمون، هنفتحها بقى ونتفرج عليها ونشوف يا ترى بقى دي عبارة عن ايه. واو، اهي بصوا في بقى اشخاص كتير قوي جدا معانا جوه، في واحد بيطير وواحد بيرمي بقى ايه قنابل. يا ده فيها حاجات كتيره جدا جدا جدا. اوكي، والراجل بقى واقف هنا اهو وعايز بقى ان هو ايه يضرب بالايه بالكوره، جامد جدا عليه، وهتبقى حرب بقى فظيعه بالليجو. يا دي شكلها حرب جامده جدا. بصوا بقى الضربات، وبينط في الهواء وبيضرب بقى عليه، وهنا التاني بيضرب قنبله. لا 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 لا، وهنا بقى الحته دي بتتفتح بقى كمان كده من تحت، وهي بصوا خناقات بقى كلها. اوكي، وهنا بقى الجزء ده بصوا فيه جوهره، ده فيه مشاكل وخناقات كبيره جدا ما بينهم. الجزء ده بيتفتح اهو زي ما انتم شايفين، وبينزل بقى الراجل ده يبقى ناطط بقى على الناس ويحارب بقى بنفسه. يا نهاري، دي لعبة فعلا فظيعة من الليجو، يا شكلها جامد جدا. عايزة بقى ان انا افتحها واجربها والعب بقى بيها، ونشوف بقى الاختبارات الفظيعة اللي احنا ممكن نعملها. اوكي، نفتح بقى الجزء ده كده. الله، شفتوا هنا بقى، دي معايا ورقة الكتالوجات بيقولي بقى ازاي نقدر ان احنا نعملها. اوكي، هنا بقى في معانا كام، اربع اكياس، كل كيس بقى بايه كل كيس يبقى فيه الـ 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 الاجزاء بتاعته عشان خاطر ان احنا نركبها. ومعانا كمان ورقة بتقول لنا بقى ازاي ان احنا نركبها. نبتدي بقى دلوقتي ان انا اركب اول كيس معانا. We'll be right back.
واو كده بقى اكون ايه خلصت ركبت الليجو. يا ناري بص شكله جامد ازاي، الله دي كانت ليجو جامدة جدا جدا جدا، قعدت فيها وقت طويل قوي عشان خاطر اركبها، بس فيها قطع كتير قوي، وهنا بقى ده الجزء الراجل اللي بيرمي فيه القنابل، الله شكله حلو قوي، بنطلعه بقى بننزلها كده، الله لا شكله فعلا يجنن. وهي انه جاي حاطين الجزء ده كده عشان نقدر ان احنا نضرب، ده الزرار بتاع الباور، والراجل هنا قاعد بقى بيرمي القنابل على الناس اللي حواليه. اوكي وبصوا هنجربها بقى كده مع بعض، اهو ماسك بقى القنبلة كده، واو جاي ضربها بقى جامد جدا جدا، شفت بقى جامدة جدا ازاي، جاي لقيتين بقى كده جاي الكرة طايرة جامد قوي بمنتهى القوة، ممكن توقع لي بقى هالك، وبيقدر ان هو ينشن ويطلع وينزل عشان فيها زي مفكات كده. اوكي ده بقى الجزء ده كده، الله وهنا بص بقى الراجل ده برضو شكله حلو قوي، ده برضو بقى بيطلع وبينزل كده، وممكن نقلعه بقى ايه وبين الوش بتاعه، عنده بقى وشين، وش كده هنا متعصب ووش تاني بيضحك، يا مامي ده شكله مضحك جدا، الله اوكي ده شفناه بقى اتفرجنا عليه، ومعانا بقى الراجل ده معارضه معاه بقى ايه السلاحين بتوعه، بنركب الجزء ده عليه كده من ورا، اوكي وبعدين بنجي حاطين الجزء ده كده ومركبين بقى شعره كده، الله وممكن بقى يقدر ان هو يطير، وهنحط له بقى الجزء ده كده من هنا، واو شفت بقى بيطير في الهوا ازاي، يا نهاري ده بيطير بقى عشان يقدر ان هو يخش يحارب معاهم من ليجو سوبر هيروز، والراجل ده بقى قاعد كده هنا، هنقفل بقى عليه محدش هيشوفه خالص، هو ده بقى اللي بيتحكم في الهالك ده اللي معانا من الليجو، واو بص واقف بقى كده قدامه، شكله جامد جدا جدا جدا، الله شفت شكله حلو ازاي، ونفتح بقى كده الايد بتاعته ونقفلها، وبصوا بيقدر بقى ان احنا نتحكم فيه ونخليه بقى يخش يحارب بقى في الماتش الفظيع، يا نهاري ده يخش بقى يحارب كويس قوي، بصوا بقى بيحرك ايده ازاي يا مامي، شفت شكله جامد ازاي، الله ده لما يخش بقى يحارب هيحارب بقى جامد جدا، وممكن بقى ندوس على الزرار ده بصوا زي ما انا وريتكم جاي فاتحين كده ومطلعين بقى الراجل من جوه، اوكي الله هنا بقى تخليه يبقى وحش بقى فظيع ونقدر ان احنا نلعب بيه، وجزء ده بيخليه بقى يحرك ايده ويضربها بقى طخ طخ طخ، ويخش بقى الاتنين في معركة جامدة جدا، ده يرمي عليه قنابل وده يحرك بقى ايده جامد، ويخش الاتنين يتخانقوا مع بعض قوي، وتبقى مجزرة وخناقة فظيعة. انا عن نفسي عجبني جدا جدا ليجو افنجرز انفينيتي وور هالك باستر سات، قوليلي بقى في الكومنتات ايه رأيكم فيها، طبعا خاطر العاب الاطفال عشان اجيب لكم بقى لعب تانية كتير قوي من الليجو، وهنركبهم بقى كمان مع بعض، قوليلي اذا كانت عندكم ولا لا، وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال، توحشوني يا اصحابي، باي باي.